لدينا سيدة خضعت لتجربة الإصابة بسرطان الثدي، الحمد لله تعافت منه. دوجا بنفرج هي إعلامية جزائرية، عملت في عدد من المؤسسات الإعلامية في الجزائر والإمارات. بدأت حربها مع سرطان الثدي قبل سنوات، وهي أم لطفل. بقيت على رأس عملها رغم خضوعها لجلسات الكيماوي المنهكة. وسر هذه الإرادة والقوة هو ما ستحدثنا عنه دوجا اليوم، وتحدثنا أيضا عن تجربتها مع هذا المرض. أهلا بك دوجا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. نتشرف بك دوجا. نتحدث معك من البداية حتى أعتبرك نموذج لكل سيدة، باعتبارك أصبت بهذا السرطان. تحدثينا من بداية اكتشافك لهذا المرض. أولا أنا نموذج صغير جدا أمام سيدات كافحن لسنوات طويلة مع سرطان الثدي أو مع سرطانات أخرى، لكن أعتبر نفسي أني قمت بعمل جبار، مثل ما قلت أنه كان مصدر قوة لا أدري من أين أتت. لليوم أسأل نفسي أنا كيف تمكنت من تجاوز كل هذه المرحلة. أنا اكتشفت أني كنت مصابة بسرطان الثدي في شهر فبراير 2015 بمحض الصدفة. كان في عندي أوجاع بسيطة في مستوى الصدر الأيسر، فاتصلت بالدكتور وحجزت موعد. وطبعا بعد خضوعي للفحوصات في نفس اليوم الدكتور أعطاني خبر، هيك كان خبر 6 دقائق. كيف كانت ردة فعلك دوجا بعد تلقيك هذا الخبر، خبر الإصابة بسرطان؟ في نفس اليوم اللي الدكتور حاول إنه يمهد، كان أنا تذكرت في درس إحنا درسناه في الطور المتوسط، دير لا فيغيتي او مالاد، يعني كيف يجب ان نقول الحقيقه للمريض. فالدكتور ما شاء الله عليه، يعني على طول قال الحقيقه، دجا الكتله الموجوده في صدرك شكلها غريب جدا، وانا ارجح انه انت مصابه بسرطان الثدي. طبعا راح تتعرضي انك يكون في جراحه، يجب استئصال الثدي ويجب الخضوع لعلاج كيميائي، حياتك راح تتغير 360 درجة. كيف بدأت رحلة العلاج دوجا؟ رحلة العلاج بدأت تقريبا بشهر، كانت رحلة التساؤلات، أين سأعالج؟ هل سيكون العلاج بمقر تواجدي؟ هل سأرجع إلى بلد الأم؟ هل سأسافر إلى الخارج؟ أي دكتور يجب أن أختار؟ صرت باحثة متميزة في سرطان الثدي، طبعا جوجل كان رفيقي في هاي المرحلة. طرحت كل الأسئلة، دخلت على منتديات، عرفت تجارب سيدات في رحلتهن في سرطان الثدي، اطلعت على عمليات جراحية، اطلعت على حياة نجيات من سرطان الثدي. يعني أصبحت ملمة بكل ما يخص بالمرض، لكن هذا لم يمنعني أني أخذ الشوك الأول. طبعا أول شوك كان كيف أواجه العائلة، كيف أواجه ابني، ابني كان صغير ما كان يفهم في الموضوع، لكن كيف أواجه العائلة بما أنه العائلة في بلد وأنا في بلد، كيف أقول هذا الخبر المزعج لكل الناس المحيطين حوالي. هيك بعد بكاء شديد، وبعد ما دخلت في دوامة ودخلت في النفق الأسود وأصبت بانهيار وأصبت بعدم تصديق للوضع، يعني لماذا أنا، لماذا في هذا الوقت، ماذا سيحصل؟ وربما هي دوجا هي ردة فعل طبيعية يعني لأي شخص يوضع في مثل هذا الموقف. طبعا هي ردة فعل طبيعية وردة فعل كل إنسان، يعني إحنا خلقنا لشيء وكل إنسان متمسك بالحياة، يعني حتى لما بيكون إنسان فيحكم عليه بالإعدام راح يتمسك بحياته. فما بالك إنسان مريض وعارف إنه
رح يمر بتجربة صعبة جدا. هل تلقيتي دعما أسريا أو اجتماعيا من أهلك أصدقائك، خاصة وأنك أصبت بهذا المرض وأنت تتواجدين في غربة يعني بعيدا عن الوطن الأم كما ذكرتي؟ طبعا طبعا، أنا الحمد لله أنه تلقيت كل الدعم. أول دعم كان من زوجي، وهذا كان عنده دافع قوي أنه دفعني إلى الأمام وخلاني أني أواجه المرض، أقاوم المرض. الدعم من شريك الحياة مهم جدا في حياة أي مصابة بالسرطان، لأنه في الكثير من الأزواج الذين يتخلون عن زوجاتهن. فعلا هذا ما كنت سأسألك عنه، دوجة يتخلون عن زوجاتهم أو يتخلون عن خطيباتهم، يعني شاهدنا الكثير من القصص. أسألك أيضا سؤال آخر يتعلق بالتسمية، لماذا العربي لا يجرؤ على تسمية سرطان الثدي بتسميته العلمية الطبيعية؟ هو مرض ككل الأمراض، لماذا دائما نقول أنه الله يبعد هذا الشر الذي يهددنا، هذا المرض أو ذلك المرض الخبيث؟ طبعا هي ثقافة موجودة في المجتمع العربي. المجتمع الغربي تجاوزنا بسنين ضوئية. احنا لازلنا اليوم لما نتحدث عن المرأة أو عن أي شيء يصيب المرأة في تابو، خاصة أنه لما نتحدث على سرطان الثدي احنا بنتحدث على الثدي. نعم، كأنها فقدت رمز من موجود رموز الأنوثة. على فكرة المرأة لما تصاب بسرطان الثدي راح تقول، ما راح تفكر في الأنوثة، وما راح تفكر في حياتها الجنسية، وما راح تفكر إنها راح تكون مثيرة للاهتمام. لما تصاب أي امرأة بسرطان الثدي راح يكون المعركة هي معركة حياة أو موت. أنا كيف سأبقى على قيد الحياة لعائلتي، لابني، لزوجي، للمحيطين فيها؟ يجب أن تتغير هي النظرة الدونية للمرأة. يجب أن نغير النظرة أنه أنا لا أتثقف في أي شيء يمس عاداتي وتقاليدي. أنا بعرف الكثير من السيدات لليوم ما فيهم أنهم يروحوا عند دكتورة أمراض نساء أو دكتور أمراض نساء للفحص. على فكرة إحنا المجتمعات العربية الأم لا تربي ابنتها لما بيكون في تغييرات جسدية، لا تثقفها عن حياتها الجنسية أو حياتها الجسدية. لأنه البنت من المفروض بعد أي دورة شهرية هي تعمل الفحص الذاتي في بيتها، لكن كل المجتمعات العربية لا تعرف ذلك. عشان هيك نسبة النساء المصابات بسرطان الثدي في المجتمعات العربية كبير جدا، خاصة في الأرياف والقرى وفي المناطق النائية. يجب علينا أن نغير هذه النظرة. نعم، شكرا دكتور. طبعا علاقة المريض بالطبيب المعالج هي علاقة جدا مهمة، لأنه الطبيب هو عنده خبرة، وطبيب راح يكون هو المساعد وهو طوق النجاة لأي مريضة، لأنه هي ثقتها كلها طبعا بعد الله سبحانه وتعالى راح تكون في الطبيب المعالج. سمية، أنا في عندي رسائل طبعاً أمل لكل السيدات. أولا، المرض قضاء وقدر، المرض ابتلاء من عند الله سبحانه عز وجل. إذا أنت مرضتي فالله سبحانه عز وجل اختارك من بين كل الناس، لأنه في رسالة أنت راح تأديها وفي إشي راح يتغير فيك. أنا مرض السرطان عرفني من هي دجا، حببني في حالي، حببني في الناس، قربني من الله سبحانه عز وجل أكثر، خلاني أهتم بنفسي، خلاني أهتم بالناس المحيطة فيا، خلاني أعرف معنى العلاقات الاجتماعية، خلاني أعرف أحب نفسي. أنا حتى وأنا من غير شعر يعني طلعة حبيت نفسي، وكنت أطلع للشارع من غير لا باروكة ولا أحط إشي على راسي ولا أي شيء. تصالحتي مع بحب نفسي، تصالحت مع نفسي، نعم، تصالح مع الذات. فأنا بقول لكل سيدة، أنت مريضة، عيشي حياتك. الحياة جميلة جدا وقصيرة، فعيشيها بكل لحظاتها.
عيشيها بلحظات القوة، عيشيها بلحظات الضعف، تماما. عيشيها بصحة، عيشيها بحب. قومي بالكشف المبكر، لأنه الكشف المبكر هو اللي راح تخليك أنت تعيشي مطمئنة، واللي حواليك كمان يعيشوا بأمن وباطمئنان. حبي نفسك، حبي المحيطين فيكي، حبي نفسك عشان تضمني أنك تكوني دائما محيطة أو دائما موجودة في حياة الناس اللي بتحبك. في كمان إشي، محمود درويش بيقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة. أنت لما خلقتي أو أنت لما خلقت في حكمة ربانية من وجودك على وجه الأرض، أديها بكل ضمير، أديها بحب، أديها بتصالح مع النفس، وعيش كل ابتلاء. أنا من أسبوع طلعت من عملية، وقمت بعمليتين في ظرف شهر، ومريت بأزمة صحية كانت صعبة لكن لم تكن أصعب من سرطان الثدي. لكن كل مرة سبحان الله، الله عز وجل يعطيني قوة أنا لا أعرف من أين مصدر هذه القوة، فأقوم. يعني حتى أنا لما أنت أشرتي أنه أنا حتى الجلسات الكيماوي اللي أنا كنت معتبراته بعبع، كنت بقوم وكنت بمارس حياتي وكنت بطلع وكنت بروح أرجع ابني من المدرسة وبروح على شغلي وبقوم مسارات صغار وبمارس حياتي بطريقة كثير عادية، لأنه أنا ما كنت خايف من السرطان. قد ما السرطان كان قوي أنا كنت قوية، وأحمد الله على هي القوة اللي أعطاني إياها. وشكراً على شكرا لك دوجا على كل هذه الطاقة الإيجابية ورسائل الأمل والتفاؤل التي بعثت بها لكل سيدة، وحتى لكل مصاب أو مصابة بهذا المرض أو بأي مرض كان، حتى يواجه هذه المرحلة والتي بالنهاية هي مرحلة مؤقتة. العلاج تقدم، والدليل أنك متواجدة بيننا الآن. أشكرك جزيل الشكر دوجا بنفرج، الإعلامية الجزائرية، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. تحياتي لك.